الكلام الكتير قوي عن كورونا خلال السنة ونص سنتين تقريبا اللي فاتوا خلانا برضو في كتير من الأوقات بننسى نتكلم عن البرد العادي، أدوار البرد العادية جدا اللي طول عمرنا عارفينها، بتجينا بتيجي لأولادنا. والحقيقة إنه دايما بيكثر الحديث عن أدوار البرد ونزلات البرد في أو مع دخول فصل الشتاء. في ناس في الشتاء ممكن ما يعديش أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة بالكثير إلا وهي عندها دور برد محترم. في طبعا درجة من دور البرد اللي هي لا قدر الله بتتسبب إن الواحد لأ يرقد في السرير وياخد بقى أدوية وأنتيبيوتيك، وفي أدوار برد بتكون خفيفة بس تحس إنك أنت ماشي دايخ تعبان عندك حساسية الصداع اللي مش بيروح. الفكرة في حاجة إنه من ساعة ما كورونا من ساعة ما كورونا طلعت وناس كتير قوي حتى من الأطباء المتخصصين يقولك إن أي دور برد لازم تتعامل معاه كما لو إنه كورونا، حتى لو أنت محلل وعامل بي سي آر وعارف إن هي مش كورونا. طيب إزاي نقدر نحافظ على نفسنا خلال فصل الشتاء؟ إزاي نقدر نقلل شوية من أثار نزلات البرد للناس اللي بتجيلها أدوار برد كتير؟ الحساسية والسؤال الأبرز عندنا كلنا هي ليه ناس ممكن طول حياتها عايشة ما عندهاش حساسية من حاجة معينة وفجأة نفس الحاجة دي اللي هي بتعملها أو بتاكلها طول عمرها فجأة تبدأ تعمل لها حساسية، وحساسية الصدر بقى والعلاقة بالجيوب الأنفية وكل الكلام ده هنعرفه مع ضيفنا الكريم اللي بينورنا في هذا الصباح الأستاذ الدكتور محمود عبد المجيد استشاري الحساسية والصدر. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بيك يا دكتور. زي ما كانت بتتكلم مع أزمة كورونا، مع بداية أزمة كورونا وبعد سنتين دلوقتي من أزمة كورونا قل الحديث عن أدوار البرد ونزلات البرد، في المقابل هل قل اهتمام الناس بنزلات البرد وكيفية تجنبها والوقاية منها؟ لا ما قلش طبعا الاهتمام بالبرد، بس احنا بنحتاط لان اعراض الكورونا متشابهه جدا مع اعراض البرد، ودايما حتى الانفلونزا الموسميه كل سنه بيتغير الفيروس اللي بيسببها، في فيروس شائع، عشان كده بناخد لقاح كل سنه للانفلونزا لانه في كل سنه في تحور جديد في فيروس الانفلونزا، فبنضطر ان احنا ناخد اللقاح اللي اعتمدته منظمه الصحه العالميه للسنه دي، وده بناء على ان هي بتاخد عينات من الفيروسات اللي أصابت عدد كبير من البشر وبتعرف إيه الفيروس الشائع وبتدي اللقاح بتاعه. فنفس الأعراض الأنفلونزا ونفس أعراض البرد هي أعراض الكورونا، وبما إن الكورونا هي أخطر من الأنفلونزا وأخطر من البرد، عشان كده منا بنقول دايما إن إحنا ناخد الحذر ونعتبر إن أي دور برد اشتباه كورونا. ليه بقى؟ لسرعة انتشاره، سرعة انتشار الكورونا عن فيروس البرد والزكام وعن فيروس الانفلونزا، بينتشر بسرعة جدا. كلنا شفنا ازاي انه بيبقى في العائلات يبقى يدوبك واحد يصاب وتاني يوم العائلة كلها اصيبت، كلهم يجوا العيادة عندي وطبعا يزيد الدخل والحمد لله بعد الشر على الناس كلها. لكن ده السبب ان احنا دايما نقول نحتاط، خصوصا ان احنا ما بنعملش مسحه لكل الناس. صح، ما هي المسحه هي فيصل، وقلنا مش فيصل 100% زي انت قلتي برضه منا انه المسحه ساعات لانه في نسبه 30% من المسحات فيها خطا، يعني ممكن يبقى سلبي 30%. 30% النسبه دي اعلى مما تخيلت الحقيقه. لا نسبه مش اقل من 30% فيها خطا، انه ممكن يبقى واحد عنده كورونا وتطلع المسحه سلبي لاسباب كتير، هل ما تاخدتش صح، هل ما تاخدتش المكان اللي فيه الفيروس، هل لما اتحللت في معمل ما كانش دقيق قوي، ممكن جدا تطلع سلبي. فبنعتمد على مجموعه من الاعراض زي سرعه الانتشار، زي الشم، فقدان حاسه الشم، فقدان حاسه الذوق، لان دول بيميزوا اكتر الكورونا. صحيح، لكن مش دايما، ومش دايما كل واحد عنده كورونا بيفقد حاسه الشم وحس يقول لك انا بشم كويس. الاشعه المقطعيه جزء مهم جدا نشوف فيها بعض العتمات تبقى. عفوا دكتور، الاشعه المقطعيه المرتبطه بفيروس كورونا مختلفه عن صوره الاشعه المقطعيه المرتبطه بفيروسات ثانيه زي الانفلونزا على سبيل المثال؟ ده اكيد يعني الاشعه المقطعيه هي جازمه فيما يتعلق بوصف كورونا. جازمه، بس ممكن تبقى واحد عنده كورونا برضه الاشعه المقطعيه بتاعته سليمه برضه زي البي سي ار. طبعا ما هو ما جالوش اصابه كبيره، اصابه بسيطه ما وصلتش للرئتين. ما هو فيروس الكورونا زي فيروس البرد بيسببه ايه؟ بيسببه التهاب في الحلقه اولا اذا كان مناعتك ضعيفه، بعد كده بيسببه ممكن نزله شعبيه على الشعب الهوائيه، ممكن تنزل على الرئتين تسبب التهاب رئوي. كل ده تدرج
في الفيروسات في إصابتها في معركة بين الفيروس وبين مناعة جسم المصاب. كل ما مناعة جسم المصاب تزيد وكل ما عدد الفيروسات اللي تعرض لها أقل كل ما يبقى الإصابة بسيطة وخفيفة. تيجي التهاب في الحلق مثلا، تيجي شوية زكام، تيجي شوية، إنما لما تبقى الإصابة شديدة تعمل التهابات رئوية. لكن الصور الأشعة المقطعية اللي بنشوفها للكورونا الحقيقة يعني زي ما بيقولوا سبيسيفيك او نوعيه. طيب. بالذات في سؤال دلوقتي اي حد بيتابعنا، في ناس حضرتك عارف طبعا ان عندها بتجي لها ادوار برد بالذات في الشتاء. صحيح. حتى في الصيف، بس يعني في الشتاء. صحيح. تحديدا اكتر ما بتعمل اي حاجه في حياتها يعني. صحيح. فمناعه ضعيفه بقى، مع حسد، ما اعرفش، بس في ناس كل شويه فلقت الحجر. تعبنا والله يا دكتور، تعبنا من أدوار البرد الكتير. طيب السؤال بقى، لو حضرتك بتقولي دلوقتي انه على طول مريض البرد، دور البرد العادي حتى بينصح على طول ان هو يبدا بعلاج كورونا اللي هو فيه الانتيبيوتيك. طيب برضو احنا شرط عارفين علاج البرد يبقى انتيبيوتيك، ده كان هيبقى سؤالي، ان احنا عارفين ان برضو كثره المضادات الحيويه ليست بالشيء الجيد ولا ينصح بيه ابدا، والاسراف من تعاطي المضادات الحيويه طبعا مضر للصحه. فهنا بقى يعمل ايه المريض اللي كل اسبوع 10 ايام او اسبوعين عنده رشح وعنده زكام وعنده راس ووجع وصداع، يعمل ايه؟ الوقايه، حكمه معروفه او قاعده، الوقايه خير من العلاج. الوقايه ليها عناصر كتيره جدا، من اول الجو اتغير اهو، رجعت الشتويه الصبح غنيتوها مع فيروس، يبقى نرتدي الملابس الثقيله، نبتدي ما نخرجش في ظل المطر والحاجات دي الا لسبب ضروري جدا، يعني كانه مثلا او يجي لعيادتي بالذات، ده السبب، ده اهم سبب. الاسباب الضروريه، اطفالنا لما يخرجوا في المدارس مش لازم يخرجوا، يعني اذا كان الجو كده ما يروحوش، زي ما حصل طبعا تعطيل للدراسه. لما يبقى الجو برد شويه لازم يبقوا يشربوا كوب ميه قبل ما يخرجوا من البيت الدافي للباص او للشارع، يفطروا، ياخدوا وجبات متوازنه، افطار وسندوتشات معاهم، الغذاء يبقى مليء بالعناصر الغذائيه، قلنا يبقى فيه بروتينات زي البيض زي الجبنه زي اللبن فطار، الغداء يبقى زي الفول والفاصوليا والعدس واللحمه والفراخ كل حاجه، السمك والالبان والفواكه، عندنا الجوافه غنيه بفيتامين سي، الجوافه والفراوله، الجوافه والفراوله، انا لسه مؤخرا عارفه ان نسبه فيتامين سي اللي فيهم اعلى لا واعلى من اللي موجوده في البرتقال واليوستافانزي. يعني احنا دايما الشتاء يدخل نقول نلحق نفسنا بالبرتقال. صحيح. الجوافه اكتر، جوافه اكتر حاجه كمان. فيها. صحيح. وانا بنصح بيها اكتر من الاقراص، يعني انا برضو الاقي الناس تاخد اقراص كتير، لا احنا نزود، يقول لك عايز ازود مناعتي، زود مناعتي بالحاجات اللي قلنا عليها الاول. صحيح. الغذاء المتوازن، نمره 2 النوم فتره مظبوطه اللي هي 8 ساعات يوميا، الملابس الثقيله، لقاح الانفلونزا مهم جدا، قليل جدا اللي بياخد لقاح الانفلونزا. احنا بنديه للناس اللي مناعتهم ضعيفه. زي مين؟ زي الاطفال اللي عندهم حساسيه زي ما حضرتك قلتي، زي كبار السن اللي عندهم حساسيه، عندهم ربو شعبي، فوق ال 60 سنه او 65 سنه لازم ياخد اللقاح. برضو اللي عنده حساسيه صدر متكرره ياخد لقاح الانفلونزا. لقاح الانفلونزا على فكره متوفر في الصيدليات.